السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مغترب جزائري يرد على من يقول اين الجزائر مما يحدث في فلسطين؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم خوتنا. هذا الفيديو غادي نديره كاع الشعب الجزائري خويا، في اوروبا، في العالم، في البلاد، في كل شيء. بغيت نقول لكم ان شاء الله راه كاين لا ريونيون كاين في الروس دون 15 جور. هذا لا ريونيون ان شاء الله الفلسطين ان شاء الله والبلدان الرجال اللي ما يبغوش الحقره، فيها الروس ولا الشين ولا جيري. عم يتبون هو الاول بريزدون تاعنا ان شاء الله، هو عم يشري قريحه. كاين الناس راهم يهضروا بزاف في لاجيري. الله والخونه، اقدر بخونه فريد اوبلان، عبدو صمار، وليد كبير، هشام عيبول، تعرفوهم هادو. هادو راهم يهضروا تقلب، هادو كاع راهم يهضروا. وراي لاجيري الظالمه مضلوط، هادو ما داروا الحماه، داروا الحراك، ما خرجوا مع فلسطين، ولا في ديارهم كي طوبات يهضروا. وانا غادي نرد عليكم، راه كاين ريونيون تقلب، راه كاين ريونيون خويا في الروس دون 15 جور. بوتين لاشين وحنايا، وبارك فيها هذاك العراقيين لا كوري دي نور ان شاء الله، فيها سوريا وفيها لبنان. وهذا لا ريونيون ان شاء الله باذن الله ماشي كيما تاع السيسي تاع الفول، لا لا، فيها الرجال الخضراء، تقرر على فلسطين. غادي تشوف شكاين البورت افيون اللي جابوه تاع امريكان اللي راهم حاطينها في البحر الابيض المتوسط على لاجيري، هذاك على لاجيري مكتب بلاد اخرى. حنا عندنا بويسونس وعندنا السلاح تاع الروس وتاع لاشين، وعندنا النيكليير، عندنا لي ميسيل نيكليير، عندنا غير ما نخافوش. تسمعوا الخوانا، حنا راه عندنا، حنا نطلب الرئيس دبور شرا يكون حاضر في هذه القمه تاع بوتين، ومن بعد تعرفوا اش كاين. وراي لاجيري ظالمه ولا مظلوم، راهي جايه باذن الله، ورد بالمرصاد من عند تبون الشقريعه ومن عند الجيش تاعنا ان شاء الله اللي راه حافظ بلادنا يا خويا. تسمع هذا اللي غادي نقولها لكم، كاين لا ريونيون باذن الله في الروس دون 15 جور. تما تعرفوا، وهذا مازال تشوفوا الوزير الخارجيه تاع امريكان يجي عند عمي الرئيس تاعنا تبون ويطلب السماح ويولي يسلم له تبع كرعيه. يقول سي بون غادي نخرجوا بورت افيون تاع يا فلسطين. شفوا لي دون 15 جور، لا تقول له الرئيس الجزائر ما داروش، على ما نهضروش، ما على 15 جور الهضره اخويا. سا با سا كاز ولا تروزيام كار مونديال ان شاء الله. صحيح خويا، هذه على خاطر فلسطين، الشعب اللي كتهضروا والخونه اللي راهم يهضروا. فريد اوبلاد وجماعتك اهضر شويه، انا ما خرجتش نفت على فلسطين، ولا ما هضرتش على فلسطين. تخافوني خلصوكم. تعي لاجيري خويا، وتعي بوتين، وتعي لا روسي خويا، حنا معاهم، وان شاء الله لا قلع لكم تاع لا كوري دي نور. راحت خويا عليكم كاع، هذه اللي غادي نقولها لكم. تعي الجزائر وتعي الشعب. وان شاء الله هذا ريونيون غادي يمد حاجه كبيره لفلسطين خويا. دونك كان جو لا ريونيون في الروس خويا، وبوتين قال لهم كاع اللي يبغي فلسطين مرحبا به. ما تعرفوا شكون الخوانه وشكون التطبيق وشكون كل شيء خويا. تعي لاجيري وتعي رئيس بوتين وتعي لاشين، وحنا ثلاثه اللي غادي نوقفوا مع فلسطين، هذو ثلاث بلدان ان شاء الله. هذه اللي غادي نقول لهم، والله يرحم الشهداء، وتعي لارمي الجيريان خويا. السلام عليكم، بارك الله.